في أمسية احتفالية باتت تقليداً سنوياً لمؤسسة قطر، شهد صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع حفل تكريم المؤسسة لخريجي دفعة 2016. الخريجون الذين نالوا شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات المهمة من جامعة حمد بن خليفة وثمان جامعات شريكة للمؤسسة بلغ عددهم 649 شاباً وشابة، باتوا منذ اللحظة التي اعتلوا فيها خشبة المسرح مصدر إثراء للوطن. الحفل الذي احتضنه مركز قطر الوطني للمؤتمرات حضره أيضاً عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي وعمداء وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، فضلاً عن أسر الخريجين. خلال كلمتها في الحفل أكدت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر أن المؤسسة تمثل بنية تحتية تعليمية متطورة تستجيب في أدائها ومخرجاتها لمتطلبات رؤية قطر. أبارك لنفسي مشاركتكم التخرج هذا العام، وأبارك لكم ما سعيتم إليه لتكونوا ضمن دفعة جديدة ترفد مؤسسات الدولة وسوق العمل عموماً بطاقات طموحة تجعلنا نشعر بإيمان عميق أن المستقبل الذي نتوخ إلى مقاربته أنتم طليعته، وإذ تعبرون اليوم من بوابة المستقبل فإنما لتنضموا إلى آلاف الخريجين الذين يسهمون كل بحسب اختصاصه في تطوير اقتصاد مستدام في دولة قطر. ثم تفضلت صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر بتوزيع خواتم التخرج على الخريجين كتذكار يخلد السنوات التي أمضوها في رحاب المدينة التعليمية. لكن سعادة الشيخة هند عادت لتعتلي المسرح مجدداً وقد تخرجت إثر حصولها على شهادة ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي من جامعة HEC باريس لتكرس بذلك مفهوم التعلم المستمر الذي تتبناه المؤسسة. كذلك كرمت المؤسسة ثلاثة طلاب فائزين بجائزة التميز لهذا العام تقديراً لتفوقهم وإنجازاتهم في مجالات الريادة وخدمة المجتمع والفنون والبحوث. خبراء يبحثون مسيرة التعليم لما بعد 2015 في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال جلسة نقاشية تهدف إلى جودة مخرجات التعليم وتعزيز أهداف أنظمة التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي. هذه الورشة التدريبية تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، ومنها طبعاً دراسة النتائج التي توصلت إليها الدراسة ومناقشتها، تحديد الأولويات في الممارسات، وأيضاً دراسة واستخلاص بعض التوصيات والنتائج التي ستتحول إلى ممارسات داخل الميدان التربوي في مجال تعزيز وتحسين أداء الطلبة في الاختبارات الدولية، وبالتالي تجويد أداء الأداء داخل المؤسسات التعليمية. النقاشات المكثفة تسعى إلى تقييم المنجزات التي حددتها دول الخليج على أرض الواقع. المؤشرات التي يعني وردت من خلال التحليل الذي حصل لدول الخليج حول النظم التعليمية هي مؤشرات جدا طيبة، وهناك حقا بعض التحديات التي لابد أن نحن نقف عليها وكذلك نحاول أن نتغلب عليه خلال الفترة القادمة. كما يهدف هذا اللقاء إلى مراجعة الدراسات السابقة في المجال التربوي بغية التركيز على الجوانب الإيجابية وتطبيقها في المنظومة التربوية الخليجية. في إطار تحقيق طموحات الرؤية الوطنية لعام 2030 في مجال تعزيز الصحة والسلامة وتطوير قطاع الخدمات الطبية،
ينعقد مؤتمر قطر الطبي الدولي في نسخته الثانية، والمؤتمر والمعرض المصاحب له بين يومي 18 و20 من الشهر الحالي، ويشارك فيه أكثر من 3000 زائر، فضلاً عن نحو 150 شركة في مجال الإمدادات والخدمات الطبية. يهدف النسخة الثانية من معرض قطر الدولي الطبي إلى مواصلة دعم تطوير قطاع الخدمات الطبية الإقليمية من خلال توفير منصة مثالية لمشاركة الخبراء والمعرفة، تجمع تحت سقف واحد أسماء في عالم الطب ضمن إطار معرض ومؤتمر سنوي حصري. سرني أن ألتقي بكم للعام الثاني على التوالي للإعلان عن مشاركة وزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الأولية في فعاليات مؤتمر قطر الدولي الطبي 2016، وتأتي هذه المشاركة الفاعلة في ظل حرص وزارة الصحة على دعم ورعاية كافة الفعاليات والأنشطة الطبية والصحية المتميزة على أرض دولة قطر. المؤتمر الذي ينظم بالتعاون بين كل من وزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الأولية يناقش عدداً من البحوث والدراسات في مجال تطوير قطاع الخدمات الطبية ودعم القطاع الطبي في مختلف تخصصاته. وقعت جامعة جورج تاون اتفاقية شراكة أكاديمية مع معهد جسور مركز التميز في قطاعي الرياضة والفعاليات والتابع للجنة المشاريع والإرث، وذلك بمقر الجامعة. وينص الاتفاق على تمديد التعاون بين اللجنة العليا للمشاريع والإرث وجامعة جورج تاون بصفتها الشريك الأكاديمي الرئيسي لمعهد جسور. وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم جامعة جورج تاون بتنفيذ عدد من البرامج وورش العمل التي تتناول مختلف المواضيع الخاصة بقطاعي الرياضة والفعاليات الكبرى، كما ستتولى كلية الدراسات المستمرة وكلية ماكتونو لإدارة الأعمال في جامعة جورج تاون إعداد وتسليم وتقييم ومراجعة برامج الشهادات والدبلوم المهني في مجال إدارة أعمال كرة القدم. ومن خلال هذا الاتفاق ستعمل الجامعة على تطوير المعرفة والمهارات التقنية في قطاع الرياضة، فضلاً عن تعزيز القدرات القيادية والإدارية لدى المشاركين في برامج معهد جسور. الصحة النفسية للأفراد هي من الأولويات في المجتمع، هذا ما أكدته مجدداً جمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك في اجتماع الجمعية العمومية الثالث الذي عقدته بحضور أعضاء مجلس الإدارة. عندنا اجتماع طبعاً الجمعية العمومية، اجتماع مهم اليوم جداً، نعتمد التقارير ونعتمد النشاطات اللي كانت التقرير السنوي طبعاً وموازنة الجمعية والنشاطات اللي صارت لكل 2015 و 2016. احنا ان شاء الله طبعا مقبلين على برنامج حافل ايضا للسنة القادمة، ونريد طبعا الجمعية العمومية اليوم تساهم معنا بفعالية في اعتماد برامجنا، تقييم برامج الجمعية نفسها اذا كانت ماشية بالاتجاه الصحيح او لا. احنا طبعا هدف الجمعية هدف مهم جدا وهدف سامي، اللي هي مساعدة المرضى النفسيين، مساعدة هذا القطاع المهم من 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 المرضى، سواء يعني على مستوى مباشرتهم او التواصل معهم او على مستوى اعلامي وتثقيف المجتمع عن هذه الامراض وعلى هذا الموضوع. وتحرص جمعية اصدقاء الصحة النفسية وياك على تقديم الافضل لتلبية حاجات المجتمع في مجال الصحة النفسية، وذلك من خلال تقديم خدماتها لمختلف شرائح المجتمع.